السلام عليكم الشباب، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم. عمر هانيه، حفظتوا على الجمله الاولى. الصديق ديالنا راه باغي يدير الكوفر ا ديسطونس، دابا راه كنقادو ليه في الشيما. هذا الموديل ديال الشينوا راه ما خدامش، راه خدام ديالها ديال البي راه كاين هنايا. هذا كيخرج من نمره 4، من الفيش كبير. عقل السي واحد نمره 4، عقل قول لي راه ما قلتيهاش. الرولي ديالنا انا غادي نشرح لكم مزيان، الرولي غنبسطها لكم مزيان. المهم في من وراء هذه غادي نبسط لكم الرولي. دابا غادي نديروا الشيمه ديالنا كما كتشوفوا هنايا، راه فيها البليس والموا، وفيها غادي دوز لينا البليس هو اللي غادي يمشي يحل لنا داك الماتير ديال الكوفر. هذا تبعوا معنا. هنا الاخوان غادي نرسم لكم ديك الرولي كما قلت لكم، غادي نشرحها لكم. عندنا هذه هي الرولي، سمحوا لي على الرسم راه شويه. عندنا هنا بور، وهنا وهنا، انا نعطيكم الارقام ديالهم. وهنا هنا عندنا 86. وهنا الاخوان عندنا 30، هنا 87، هنا 85. سمحوا لي، هادو هما اللي عندنا بهم الغرض. كتلقى في كتلقى واحد البورن هنا فيه 87 ا، وهنا لتحت كتلقى فيه 30 ا، ما عندناش بهم الغرض. هنا 87 عندنا هاد البورن هذا، وال 85 هادو غادي ندخلوا ليهم 12 فولت بيرمانون. 12 فولت هذا حتى هو 12 فولت بيرمانون. هذا غادي نجيبوه من الموديل كونفور. الموديل كونفور هذا عندنا ماس، الموديل كونفور عندنا كي ترونسفيري لينا ماس. حنا عندنا الغراض في الموطور، داك السيرفو موتور باش يدي لينا البليس، دونك ماس غادي نقلبو بليس. هنا عندنا بور اللي فيه سيرفو موتور، اش قلنا هنا؟ سيرفو موتور موتور. هذا هو اللي غيمشي لينا الكوفر، هذاك الخيط اللي ديت داك الاحمر هو اللي غيمشي لينا الكوفر. البورن 30 كما قلت لكم. هنا الموديل كونفور عندنا كيصيفط ماس، حنا بغينا هذا الماس غادي نقلبو بليس. كما كتشوفوا هذه الروليه راه كاينه موجوده، كتلقاها عند اصحاب مول البياس، الثمن ديالها 20 درهم تقريبا ولا. المهم راه كاينه هذه الروليه، اقلبها غتشوف هذه الارقام راه خدامه. هاد الروليه مني كندوزو ليها ماس ماشي مشكل، واخا تقلب هادو ماشي مشكل، كدوز ليها بليس بيرمان وكدوز ليها ماس، كتشانتي لينا هاد البورن هذا. مني كتشانتي اوتوماتيكمون هاد دوز فولت بيرمان كدوز لينا في هاد الخيط، هو اللي غنصيفطو للسيرفو موتور. غنصيفطو للسيرفو موتور هذاك الموتور اللي عندنا في الكوفر، هذاك الصيور هو اللي غادي نصيفطو ليه هاد. دونك السينيال باش كيجيب الكونتاك كنبقى مرك على البوطونه ديال الكونتاك، كتبقى مرك عليها، كيجي السينيال كيدوز لينا الرولي كيشانتي لينا هاد البلاصه هادي. دونك الاخوان كلشي مفهوم في هاد الروليه، اللي ما فهمش شي حاجه راه يخلي كومونتير ولا يدوز للباج في الفيسبوك مراد كوفكاس، ويخلي التساؤل ديالو ويشرح لي مزيان. بالنسبه لهاد الروليه هادي، هادي البرانسيب ديالها، هادي الخدمه ديالها. المهم راه بان ليا تقريبا كلشي مفهوم. كما قلت لكم اللي ما فهمش شي حاجه راه يتواصل معايا في الباج في الفيسبوك، ديك الساعه نشرح ليه مزيان. هنا الاخوان غادي نشرح لكم هاد البوطونه كما كتشوفوا، هي التصويره ديالها هنا فوق. غادي نشرح لكم فيها ثلاثه ديال الخيوط، فيها ثلاثه باش الدراري عرفوا يبرونشيو. عندنا خيط واحد غادي ندوه غيجي من الموديل كونفور، غيجي من نمره 2، حتى هذاك الخيط الا حطيتيه على الكاروسري غادي تحل الكوفر. انا غنشرح لكم الدور ديال داك الخيط علاش خدينا من نمره 2. هنايا الخيط الاخر غادي ندو الماس الناقص ديال الطوموبيل، ماس سمحوا لي الاخوان معاك شويه في الرسم. هذا ماس، وهذا غادي ندو الفيوز. ملي كتشعل نتايا الضوء في الكابين كيشعل عندك هنا، غيشعل الضوء احمر. خيط واحد غادي ديه جو بونس زرق كري،
اي خيط جريتي منه السير ديال الدوره شنو غتجر منه خيط. انت ملي كتشعل الفيوز كيشعل عندك هنا كيدوز هنا ماس مع هذيك كيشعل لك الضوء. وهذا كما قلنا غادي ندو الموديل كونفور. الدور ديال هذا الخيط هذا انت ملي كتفوت 15 في السرعه ما كيبقاش يتحل عندك سميتو، واخا تورك على البطونه ما كتحش. كاينين شي اخوان كانوا كيهضروا معايا دايرين واحد الفوتك واخدينه من هاد النمره تا هو 4، واخا كتكون غادي محرك بالطوموبيل ولا شنو هو كتقدر تحل ليك. وهاد الخدمه هذه كتخليك انه تحافظ على داكشي اوريجينال بحال الشكل اللي كاين في البوره وداكشي، راه عندهم هاد الخدمه هذه. كما قلت لكم هذه النمره جوج من الموديل كونفور، هنا ماس، هنايا غدوز فيوز. البوطون عندك لو شوا، ركب اي بوطون بغيتي، شعل فيها الضو ولا ما فيهاش الضو ولا ما كاينش فيها الضو، تحتاج غير جوج خيوط، واحد غدوزو ماس وغادي تجيبو الموديل كونفور من النمره جوج. اي فوا غادي تكليكي عليها غادي تحل الكوفر ديالها. هادي البوطونه ديالنا كيما كتشوفو هنا الاخوان، راه الضو ديالها قليل حتى من بعد نبدلو ليها الضو، راه كيشعل بالاحمر. هنا حنا طفينا الضو عاودنا شعلناه، المهم الضو ديالو قليل حتى من بعد كما كتشوفو راه ديال الريزلت ديالها. هنا الاخوان من بعد ما صوبنا الموديل ديالنا، من الاحسن الاخوان نرسم لكم ورقه ونوريكم الخيوط اللي غادي ديروا، حيت بحال هكا ما غاديش يبان لكم. ديجا لقيت الدنيا انا مخربقه هذا الموديل كونفور، الناس اللي خدموا فيها قبل خاص هادشي حتى من بعد نديروا شي بقيه ونحيدوا صافي نهار نحيدوا. هذا الشيء عندنا خدام سامار، حنا درنا الليسي ديالنا كيما راه درت الفيديو الاول والفيديو الثاني، وهذا هو الفيديو الثالث على حساب الكوفر ديستانس. السي واحد قال لك ما قلتيش لينا سيدي اش من خيط اللي غتخرج، النمره 4 من الفيش كبير، عقل مزيان عقل، نقول ما قلناش، وانت شو واش قلت يا خدام. هنا الاخوان الماس ديال هذا الموتور من الاحسن ناخذوه من هذا الفيزيا سوي كلاس، حتى الا خديتيه من الكاروسري هنا بعد المرات كيقطع كيكون ما كيوصلش مزيان، من الاحسن ناخذوه من هذا الفيش هذا عقل واحد عقل. وهذا الخيط هذا اللي بقى هو اللي غيجينا من سميتو هو هذا. دوزنا ديريكت شليحه ندير بهم واحد ليسي، هذا جاي من ليه ما تعرف تحرك. يلاه دابا غادي ندوز. هنا الاخوة راه حنا قادين على الانستراسي ديالنا كيما كتشوف، علينا غير هاد الخويط راه غادي ندوزو من تما وغادي يجي الماس كيما قلت لكم، راه غيخدم هذا ديال السوي كلاس. راه الامور راه سونار وما يطير هاد اللعيبة.